مناش عندنا كثرة حالات الطلاق في التساؤل من على الابليكيشن، فبدأنا نعمل إيه؟ نعمل وحدة لم الشمل تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، وتم إنشاء الوحدة من 16/4/2018. في خلال هذه الفترة خدنا دورات في علم الاجتماع، في علم النفس، في علم الصحة النفسية، عشان كيف نتعامل مع جميع الشرائح. عندنا تصالح أسري، التصالح الأسري ده متنوع، زوج وزوجة، أب وابنه، أخ وأخوه، في كل هذه الأنواع كل نوع عامل له استمارة مستقلة، فهو لما بيحدد في اتصاله نوع الخلاف بنضطر ناخذ الإجراء ونعمل البحث. تم فتح مقرات بجميع محافظات الجمهورية. هذه المقرات بتعمل من 9 صباحا وحتى 4 مساء، والمقرات دي بيتواجد فيها علماء من الأزهر الشريف، وبيتواجد فيها بعض الأخصائيين النفسيين والتربويين اللي بيعملوا على علاج وحل المشكلات الأسرية اللي بتعرض للمقرات. بعد حل المشكلة بيبقى فيه متابعة ورصد للمشكلة دي، هل تم حلها ولا لا. بيبقى فيه بيتم الاتصال من الأعضاء داخل المركز هنا اللي قاموا على المشكلة دي وعلى حلها، لحد ما يبقى فيه طمأنينة خالص في البيت. وده دايما هدف الوحدة، ان هي بتعمل على الطمأنينة ووصول لأسرة ما فيهاش اي مشكلة خالص. برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية هذا يعتبر ثمرة من ثمرات وحدة لم الشمل. هذا البرنامج، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، بيستهدف فئات المجتمع كلها. عندنا التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والمقبلين على الزواج وحتى المتزوجون. بالفعل احنا بالفعل نزلنا الى 11 محافظة، 5 محافظات وجه بحري و6 محافظات وجه قبلي. مسحنا هذه المحافظات 11، وكنا نستهدف في كل محافظة 1000 مستهدف، يعني حوالي 11000 مستهدف كانت هذه هي النتيجة. نزلنا الى المعاهد الأزهرية، نزلنا الى مراكز الشباب، نزلنا الى الجامعات. غاية الوحدة استقرار وأمن المجتمع المصري أو الأسرة المصرية. يعني عندنا من ضمن الحالات حالات من الإخواننا المسيحيين لهم مشكلة، فضل الله عز وجل تدخلنا فيها، ومعنا مشكلة أخرى في الإسكندرية نذهب إليها إن شاء الله في هذا الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والخميس، علشان إن المجتمع المصري مش خاصة مسلمين ومسيحيين، لا إحنا مجتمع مصري واحد، فبنحاول بقدر المستطاع على جمع شمل كل أنواع شرائح المجتمع.